نحن الآن هنا في حي الزراعة وسط مدينة مأرب، حيث تم قصف هذا الحي بصاروخ باليستي بحسب المعلومات المتوفرة حتى اللحظة. نشاهد الآن الإطفاء المدني يحاول السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى أن سقوط الصاروخ كان في هذا الحي الذي يضم على مدرسة وأحياء سكنية. هنا تقول المعلومات الأمنية أن هناك سقوط جرحى، تم نقلهم إلى مستشفى الهيئة وسط مأرب. تعمد ميليشيا الحوثي وبشكل متواصل إلى استهداف المدينة وأحيائها السكنية. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.